ايوه تمام ايوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. وماله؟ بسيطة. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخانق علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ اه. شكرا. أنا كنت عايزة أسأله أنت هيبقى عندك باسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع طلع لك شهادة ميلاد جديدة وبعد كده بطاقة وبعدها الباسبور، تهيألي مش أقل من 20 يوم كده وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. تعالى. اتفضل. انت غريب. طب بس بلغ الناس ان معايا حد. مفتول. ايوه. شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه. عادي يا اخويا متعوده. تعال. تعال تعال. عطوه. اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا استكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه، اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك. عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنة وأكتر المخبرين ومناء الشرطة كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقة. ده لحد قبل ما أمشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيرة بتسأل عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وأنت جاي؟ يا ستي ما عطوة قال لي إن أنا اتحكم عليا بالإعدام غيابي، فقلت أجيبه عشان أحلي بقه بلقمة. نور عطوة. الله يبارك لك يا معلم رشد. مصدر رشد. مصدر. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحلي بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا استاذ فتون. لا راشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام. هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا استاذ فتون، انا وانا نازل من بيتنا سبت الولايه 20 جنيه. ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت. انت هتلوك تاني يعني؟ السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكم وانبسطت ان انا شفتكم يعني. ايه يا فتون الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا مش عايز والله. يا مش غريب ازاي زي ما انت قاعد تاكل لقمه. راشد فين الدبل؟ حلقتها يا ستي. مش شايفها ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ باعه. يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخوي؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر انا اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثه ازاي قدام السكيورتي؟ ولا كلمتين اللي قالهم على عسليه لحسوا دماغك وعموا عنيك؟ عسليه طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزه اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسليه بسخمار. الله، مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ هعمل لك ايه انت اللي مش عايزين نخلص عليه؟ اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. خدي. كام دول؟ خمسه. حاسب. خليك هنا اوعى تتحرك. طيب. يا
اهلا يا اخويا اهلا. بص بقى بالصلاه على النبي، دول 5000 جنيه لا واللي جاي اكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا اخويا. الا قول لي بقى اخبار ام ميزو ايه؟ انا داخل في 4 أشهر ما شفتهاش. اهو الحته بقت ضلمه والحرم ما بقليش فيها بقى رزق. عندك حق يا اخويا. الا واخد بالك انت من المطرح؟ شفت احنا اتغيرنا ازاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب. ربنا يخليك يا اخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده انا اتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد، بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت لا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون وهفضل طول عمري فتون. لا هنا علي حكم. انا من النهارده خدامك. الهنا والشفا. متشكر ده. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير. طفيت الموبايل، مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة؟ شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. هحميك. تحميني؟ لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا احضر لك. لا 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 خليك انت، خليك انت. انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كده ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جايه عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا. حلوة دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامل له مفاجأة. هو مراد فين؟ في اوضته حضرتك. طب انا هطلع. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمة. مجرمة ليه؟ عشان اسمك. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. مالك بتقول كده؟ اوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودوني يا حبيبي. اون كوم اوس. سودوني ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. Yes.
أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. أنا قلقت عليك. قلت أجي أشوفك كويس وبتتهرب مني. ولا بعد الشر عليك تعبان. ما مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ أنا من البني آدمين اللي ممكن ينشغلوا فجأة يختفي. وأنا ما اعترضتش بس أفهم. ما هو مفيش طاقة ساعات كده. تعناني قوي. جديدة دي، أول مرة أسمعها، بس كل مرة بتبقى علشان سبب مختلف. أنا ليه فضلت تلف حواليا؟ خلتني اتعلق بيك وعايزه افضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقه. انا ما كنتش بصدق ان ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الافلام والاغاني القديمه. لا، في انت عملت فيا كده. الغريبه بقى أنا كمان حصل معايا نفس الحاجة، بس مع واحدة تانية. هي كمان مشغولة بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت، انت كلمتيه وهو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني، جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته، انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جت لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت ازعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلتي له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوبة عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت يا هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني ما فيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبزق عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصه خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع أو ملعبك حبتين. أنت بتكذب يا مراد. لا، احترمي نفسك. أنا مش هسمح لك بأي تجاوز، أنا أخوك الكبير. ما تخلينيش أتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للأبد. مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني. لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرحي كلها. أنا ماشية فيري ناستي. هل حد يوصلك؟ أنت رايحة فين؟ في 60 سلامة، سيبها تمشي. يا عمته. سيبها تمشي. يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا مالي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمة وبورنوس. أنت مش فاهم برضه أهو، أنت مش فاهم. بص، أصل الموضوع أنا كنت مكسل أقوم أخد شاور. حبيبي أهم حاجة صحتك. أهم حاجة صحتك. أصلها جميلة أوي.
يوه بص انا جاي مصر 24 ساعة عشان اطمن عليك وراجع. انت لحقت؟ ايوه يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونه بكره اسبوع، بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جبتيه. على فكره انت شكلك بقيت احسن شويه. سامع بيقول ايه؟ لا مش سامع، تلات ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب عاملين قهوه بقى؟ ماشي هشوف ايه ناقص ورق عشان امضي. تعالى يا مختار. تعالى. انا كنت عايز اكلمك على الكومباوند الجديد. بص مختار، انا قلت لك مش هفتح باب الحجز لغايه لما تخلص كل حاجه. خلص. الو. يا نعيم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متاكد؟ لا لازم اشوفك دلوقتي حالا. مسافه السكه. سلام. في ايه يا مختار؟ هقول لك بعدين. طب هكلمك عشان اطمن عليك. سوري. ماله ده؟ مختار، لا مختار دايما مستعجل. هقعد عشان تقرط. القهوة دلوقتي. القهوة جاية صدقني، القهوة جاية. انجز عشان عدى من الثلاث ساعات ربع ساعة. عيني انا تحت امركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصل له لحد ما قابلناك. خد يا اخويا اهو، اديني جبت الفلوس. اشتري له اكلة حلوة وسجاير وحط له فلوس في امانات السجن. حاضر. حلاوتك يا موس. انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبيقدر برضه اللي احنا فيه. سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه؟ راجلي وبحبه. وتروح تسجل اسمك قبل ميعاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال يعني، هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودنها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافذ. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا. انا واثق فيه. هيودينا في داهيه ان شاء الله. ان شاء الله. والبيت ده كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا ايه؟ انا بقالي ربع ساعه بتمشى. انما ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط. حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفيني، ماليش في الخمره. ما تجيبلوش حاجه. عسلية سعيد ثابت محكوم عليها ب10 سنين سجن في قضية تعدد أزواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيلة. بالراحة بس، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزة إيه؟ متجوزة مين؟ يا باشا أنا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، أي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. أنت متأكد؟ متأكد يا باشا، أنا عارف أنا بقول لك إيه. خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي. هبقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في اربعه شبكوا معايا في الحكايه دي. اتنين موظفين معايا في المكتب، طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على الكمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه. هي عسليه دي مهمه عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي انا بس. يلا نستنى.
ماشي يا باشا، سلام عليكم يا باشا. ماشي، سلام عليكم. يا مستر مروان تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن إذنك. قولي لي إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريبا كده نايمة. أصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد إذنك. اتفضلي. هات لي درينك بتاعي تحت أمرك يا مستر مروان. شكرا. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انتي نمتي ولا ايه؟ لا لا لا، انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش، انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك.
بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. Thank you.